الحقيقة ما من شيء إلا ناصيته بيد الله عز وجل. الآن إذا أسلمك الله إلى غيره، أي إذا جعل مصيرك بيد آخر من بني البشر لا يستحق أن تعبده، لأنه معك الحجة، يا رب أسلمتني إليه، هو لا يحبني، أراد أن ينتقم مني، أن يفقرني، أن يذلني. إذا أسلمك إلى غيره لا يستحق أي أن تعبده. ماذا قال إذن؟ إليه وإليه يرجع، يرجع الأمر. الأمر للتعريف أي للجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة تابع لله بيده جل جلاله. فلو أسلمك إلى غيره معك الحجة، صارت أسلمتني إليه يا رب. لذلك الله عز وجل من لوازم ألوهيته وربوبيته أنه لا يسلم عباده لغيره. أما على الشبكية قد تتوهم أنه هذا بيد فلان، أما إليه يرجع الأمر كله فاعبده. الأمر الجنس، أي أمر بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة بيد الله عز وجل. وفوق ذلك التعميم المذهل جاء التوكيد كله. إذن متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك، قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه.